أهلا بكم في نقطة حوار معكم اليوم إيمان القصير. صدق مجلس النواب الليبي مطلع الأسبوع على قانون الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 24 من ديسمبر كانون أول من هذا العام. الخطوة أثارت اعتراضات المجلس الأعلى للدولة الذي قال إن البرلمان لم يتشاور معه حول القانون، واعتبر ذلك خرقا للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري. بعض الأحزاب الليبية كذلك رفضت قانون الانتخابات التشريعية بدعوى أنه سيكرس للقبلية والجهوية على حساب البرامج التي تطرحها الأحزاب من خلال قوائمها الانتخابية. إقرار قانون الانتخابات التشريعية جاء بعد أقل من شهر على صدور قانون الانتخابات الرئاسية الذي أثار بدوره موجة انتقادات بسبب المادة 12 منه، والتي يقول المنتقدون إنها صيغت لتلائم الجنرال خليفة حفتر وتمهد لترشحه للرئاسة. نسألكم اليوم، هل ينهي قانون الانتخابات الجديد الجدل في ليبيا أم يجدده؟ شاركونا الرأي هاتفيا، الرقم هو 00442037529 أو برسالة على إيميل البرنامج أو على صفحتين على فيسبوك وتويتر. أهلا بكم. المشاركة تتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحتين على فيسبوك وتويتر بشأن موضوع اليوم، من بينها تغريدة طه التي تقول: لا يفيد البكاء على اللبن المسكوب، بدأت بعض الأحزاب تستيقظ من واقع الكارثة وتستهجن قانون انتخابات مجلس النواب الذي أقره البرلمان. أما إبراهيم عبد اللطيف حذر في هذه التغريدة من تأجيل الانتخابات وقال: قانون تأجيل الانتخابات البرلمانية بعد الرئاسية بشهر يشكل خطرا على وحدة ليبيا والاستقرار السياسي، هو بمثابة تفعيل قرار الحرب والصراع السياسي. هذه عينة لا أكثر من الآراء التي رصدناها في موضوع اليوم. أدعوكم إلى مواصلة الإدلاء برأي وتعليق عبر صفحات المختلفة التي سنستعرض البعض منها لاحقا في غضون هذه الحلقة من نقطة حوار. دعونا الآن نرحب بأول المتصلين معنا على الهواء. معي مبروك من بنغازي. مبروك، أهلا بك. مبروك، هل تسمعني بوضوح؟ نسمع بوضوح، نعم. طيب، هل تفضلت بيعني خفض صوت التلفزيون حتى نستطيع أن نسمعك بدورنا بوضوح؟ لا، خافت. هلا بك. هل ينهي برأيك قانون الانتخابات الجديد الجدل في ليبيا أم يجدد هذا الجدل؟ بالعكس، هذا قانون مناسب الذي قرره مجلس النواب، فهو يسمح للجميع بالمشاركة دون إقصاء، لكن هناك قوة سياسية تحاول عقلة هذا القانون لكي تبقى في المشهد السياسي فقط، يعني وخاصة المؤتمر الوطني. هذا المؤتمر صراحة سبب المشاكل في هذه البلاد، لا ثمان سنوات وست سنوات، ويريد أن يبقى ويريد أن يعقد الانتخابات لكي يكون موجود في المشهد السياسي. هذا القانون يسمح للجميع. كيف ترى من يقولون بأن على العكس من ذلك القانون يقصي بعض الجهات من المشاركة في العملية الانتخابية؟ بالعكس، يقصي أحد. القانون واضح وضوح الشمس، هو يسمح للجميع بالمشاركة دون إقصاء، والشعب الليبي هو الذي يقرر من سينتخب. فهم يحاولوا على القانون بكي تبقى هذه الحكومة وتبقى هم يبقون في المشهد. هذه القصة هي هذه الموجودة حاليا. ولكن واضح أن هناك اعتراضات من بعض الأحزاب يا مبروك، أيضا من المجلس الأعلى للدولة. هذه الأحزاب مرتبطة ببعض القوى السياسية المسيطرة على الوضع في البلاد حاليا، فهم يحاولوا على القانون فقط، بس هذا الذي يقولونه. لكن اغلب القوى السياسيه واغلب المواطنين واغلب الشعب الليبي يريد انتخابات باي طريقه. استمع معي مبروك الآن، ونحن نرحب عبر الأقمار الصناعية من طرابلس بالدكتور فتح الله السريري، عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو لجنة إعداد القوانين. أهلا بك ومرحبا دكتور فتح الله. أهلا بك وبضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. مرحبا بك وشكرا على وجودك معنا في نقطة حوار. ما أوجه الاعتراض سيدي الفاضل هنا على إقرار قانون الانتخابات التشريعية؟
أولا الاعتراض هو اعتراض يعني عند سند قانوني. هذه القوانين الانتخابية وفق الاتفاق السياسي اللي هو وثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية ونص المادة 23، أن القوانين الانتخابية وقانون الاستفتاء لابد أن تشكل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتشاور وتتحاور وتتناقش هذه اللجنتين أو اللجنة المشتركة، ثم تحيل مشاريع القانون إلى مجلس النواب لقرارها. وهذه لم تحدث، فمجلس النواب انفرد بهذا الموضوع، وهذا نص دستوري يجعل مخالفته بأن قانون الانتخابات قوانين غير دستورية بنص صريح وواضح. مجلس النواب هو يقرها فقط، ناهيك على ان هناك المخالفات العديده، ان وفق التعديل الدستوري الرابع ل 2012 ان قوانين الانتخابات من ضمن مجموعه القوانين لكي تكون نافذه وقانونيه لابد ان يصوت عليها ب 120 صوت، مثل الميزانيه والحساب الختامي والمصادقه على الاتفاقيات الدوليه وسحب الثقه من الحكومه. يعني هذه القوانين لم الجلسه في حد ذاتها وجلسات سواء القانون الرئاسي او قانون الانتخابات حتى الحضور لم يتجاوز ال 113 او 110، هو اللافت ومن يا حتى دكتور لو صوت هنا الجميع هو انه في فهو لم الانتخابات يصل للنصاب الرئاسيه تم القانوني. الاعلان عن عدد من صوتوا مع او ضد، ولكن في هذه الانتخابات التشريعيه عند اقرار قانون الانتخابات التشريعيه لم يتم الاعلان عن اي ارقام على الاطلاق، ولكن فكيف تتيقن اذا كان العدد لم يكتمل ام لا؟ لا، هو هذا الموضوع، لان هناك سوابق كثيره، ثم اعضاء مجلس النواب انفسهم يقولون هذا الكلام بان هو العدد غير مكتمل، 40 او 50 شخص، يعني لا يمكن ل 40 او 50 عضو ان يقروا قانون انتخابات بمخالفه صريحه للاعلان الدستوري. ومن ثم احنا سنكرر سيناريو 2014 عندما قضت المحكمه العليا بعدم دستوريه هذه القوانين، فرجعنا لصراع. نحن نبحث عن توافق. الانتخابات هي ليست غايه في حد ذاتها، هي وسيله، ومن ثم لابد من توافر عدد من العوامل لنجاح العملية الانتخابية، لأن هي وسيلة للاستقرار والتوافق. ومن ثم هذه الخطوات، هو ليس أنت تصن قانون لمجرد صن قانون وخلاص. هل هذا القانون يمكن أن يطبق، قابل للتطبيق، في توافق عليه، أو لأنك أنت تعمل قانون وخلاص؟ لا يعد أن يكون طيب عمل رغم مادي هذه ليس عمل قانوني الاعتراضات يا عندما دكتور يجرد فتح العمل الله، من اسمح لي هنا، رغم هذه الاعتراضات أكد نعم المتحدث باسم مجلس الدولة الأعلى للدولة أنه أنتم ما زلتم تؤيدون العملية الانتخابية بأن تسير في موعدها، كيف نفهم هذا؟ لديكم اعتراضات ولكن مستعدون لإجراء الانتخابات رغم كل ذلك؟ طبعا نحن لا نعارض هذا المبدأ، وما زال الفرصة موجودة. لماذا؟ لأن احنا ملتزمين بخارطة الطريق وبالانتخابات، بس احنا شكلت لجنة لإعداد القوانين وأنا من ضمنها، فقدمنا مقترحات. قاعدة قانونية أول حاجة، قاعدة دستورية، أنا لا يمكن تصور انتخابات خاصة رئاسية وتشريعية بدون قاعدة دستورية. السلطة المنتخبة سواء التشريعية أو الرئاسية من أين تستمد اختصاصاتها؟ ما هي مدتها؟ ما هي ولايتها؟ فإحنا عملنا مجموعة من القوانين أو المقترحات للقوانين سواء التشريعية أو الرئاسية والقاعدة الدستورية، وكنا نعمل خير بأن مجلس النواب نلتقي معه ونتشاور عن مقترحه ومقترحنا، ونخرج بمقترح يعني يتمشى مع القواعد الدستورية حتى لا يكون يعني محل طعن، وأيضا يحدث في توافق، لأن الانتخابات نجاحها تحتاج إلى عدة عناصر، عناصر قانونية وعناصر مادية، ومن ضمنها التوافق السياسي. طيب الآن دكتور الأحزاب اسمح لي، ترفض هذا القوانين اسمح لي لأن قبل أن أقصاها. نعرج على نقاط أخرى في الحوار أن نستمع لبعض الآراء من ليبيا. معي مبروك مرة أخرى، يعني أستمع إليه مرة أخرى، ربما له التعليق على ما تفضلت بذكره. يا مبروك، أهلا بك مرة أخرى. والدول العربية تسعى لإقامة انتخابات المعيدة انتخابات برلمانية ورئاسية في نفس الوقت، ولكن فئة المؤتمر الوطني الصراحة هي التي تريد أن تعاقب وتريد أن تبقى في المشهد. هذه بساطة الكلام في سيدتي. صراحة هم يحاولون كل يعني النقاط التي تفضل الأستاذ بذكرها الدكتور فتح الله يا مبروك، تحدث عن أنه انفرض على ما يبدو البرلمان من وجهة نظري باتخاذ القرار هنا، مسألة الاستشارات التي كان يجب أن تتم مع المجلس الأعلى للدولة كما تنص عليه يعني الدستور، الموضوع لم يتم كما هو كما يجب. مجلس النواب يقوم بإصدار قوانين إلى المؤتمر الوطني، فالمؤتمر الوطني يعقل هذه القوانين.
الى متى؟ الدوله تحتاج الى رئيس والى برلمان جديد، وكل الموجودين حاليا بخاصه الاعضاء المواطن المواطنه يعقلون هذا الموضوع فقط يعني. طيب شكرا لك يا مبروك، اشكرك جزيل الشكر. دعنا استمع من مهدي طريح من طرابلس. يا مهدي اهلا بك ومرحبا. مهدي نسمعك، اهلا بك. مهدي، هل اقرار هذه القوانين يؤدي الى استتباب الامور الان؟ هل تختفي الخلافات الان؟ لا اظن ان الاختلافات ستختفي اذا لم يتراجع البرلمان عن قرارات الاتحاديه الجانب التي اتخذها. مخاطر كثيره مصير الانتخابات الليبيه، لان البرلمان اتخذ قرارات احاديه من جانبه فقط، والمجلس الاعلى للدوله كان هناك تراخص بينه وبين البرلمان الذي صادق على مجلس النواب بتراجع الاخير عن النقاط المتفق عليها مع الجزاء للدوله. طب يا مهدي، اما وقد تم الان اقرار هذه يعني القوانين برايك، ما الحل الان؟ هل يتم السير قدما لتحقيق الهدف باجراء الانتخابات في حد ذاتها، ام ترى بان هناك حلول اخرى يجب التوافق عليها بدايه قبل اجراء الانتخابات؟ الحلول هي العوده للاعلام الجمهوري، لأن القوانين يجب التوافق عليها سواء كانت مع المجلس الأعلى للدولة، مع اللي في الغرب والبرلمان اللي هو في الشرق. وقانون انتخاب مجلس النواب نعم الدولة بالاتفاق والإعلان الدستوري عرض الحائط، وهذا يأخذ قرارات الحديث الجانب. وبالتالي فإن رفع قانون انتخاب البرلمان من شأنه أن يعطل المسار الانتقالي، ما قد يتسبب لاحقا في تأجيل العملية الانتخابية برمتها. طيب يا مهدي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، ودعني أعود مرة أخرى إلى ضيفي الدكتور فتح الله السريري. دكتور فتح الله، هنا بعض النقاط أيضا تستوقف الوقوف عندها، أو يعني تستوجب أن نتوقف عندها. مسألة اعتماد البرلمان على النظام الانتخابي الفردي، كيف تراه؟ طبعا هذه واحدة من الأشياء التي تخرق التوافق. احنا الآن ننتقل إلى عملية سياسية جديدة، ومجلس النواب وحده هو ضحية النظام الفردي، لأن النظام الفردي جعل مجلس النواب عاجز عن الانعقاد بنصاب قانوني أكثر من 3 أو 4 سنوات، ومن ثم هو يكرر في الأخطاء. الأسفل يقول المؤتمر يعرقل، لما مجلس النواب ما يلتزم بالدستور؟ إذا كان السلطة شرعية لا تلتزم بالقواعد الدستورية وتنشئ قوانين صحيحة وسليمة، فكيف تطالب بالآخرين؟ يقول لك الشعب الليبي ينتخب. الشعب الليبي أيضا هناك كان مشروع استفتاء، لماذا لم يترك له؟ ثم لا يتصور وما وجود من قوانين البرلمان هو أنه تصرف وفق القواعد المتفق عليها، كل ما تم توافق أو اتخاذه من قرارات، هكذا يقولون أنه تم وفقا ل ما تم الاتفاق عليه بشكل دستوري، لم يتم خرق أي وثائق دستورية في هذا الأمر على الإطلاق. أنا أعطيني لحظة نعدد لك الخروقات القانونية. أول من نبدأ من حيث انتهيتي، بأنه نظام الفردي وحرم النظام القوائم اللي سيمثل الأحزاب. الإعلان الدستوري الليبي يقر بأن النظام السياسي في ليبيا يقوم على التعددية السياسية، والتعددية السياسية تعني أن وجود أحزاب، ومن ثم هذا هو أول خرق، هو خرق لهذا المبدأ الأساسي الجوهر للنظام الليبي الجديد. طيب. ومن ثم لما تقول فرض معناه ما فيش أحزاب، إذا أنت خرقت مبدأ دستوري. أيضا أنت خرقت المادة 23 من الاتفاق السياسي الليبي التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة، ولم تنشئ هذه اللجنة. أيضا أنت اخترقت الإعلان الدستوري اللي يتكلم على أن قوانين انتخابية تحتاج إلى 120 صوت، لم يحدث، وهذا بطعن من بعض أعضاء مجلس النواب الذين ذهبوا أكثر من ذلك وقالوا بأنه لم يتم التصويت على الإطلاق، ومن ثم لا يتصور وجود قانون لم يصوت عليه في السلطة التشريعية، هو ليس إلا عمل مادي صرف. يعني ثم أيضا حتى الإصدار، إصدار القوانين وقف، معلش خلينا نعطي اصدار القوانين وفق وثيقه فبراير، الوثيقه الدستوريه التي انتخب على اساسها مجلس النواب،
تعطي صلاحية إصدار القوانين لرئيس الدولة، مجلس النواب يقرها فقط، وحتى المادة 20 ومن يصدرها هو رئيس الدولة، رئيس الدولة اللي هو المجلس الرئاسي الآن لم يصدر أي قوانين. إذا هذه أربع مخالفات أو خمس مخالفات جوهرية واضحة، في أي التزام التزم به؟ طيب هو ما يوجه للمجلس الأعلى للدولة هنا من انتقادات من الجانب الآخر، يقولون بأنه يريد أن يأخذ دور البرلمان، يعني يلبس ثوب البرلمان ويتعدى على اختصاصاته وعلى حدوده. لا أنستي، هذا يا أستاذة هناك نص دستوري، العالم كله السلطة التشريعية أحيانا تكون فيها غرفتين، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الكثير من الدول، في المغرب، في الأردن، الغرفتين. هذا اللائم الاختصاصات يعني تستمد من النصوص الدستورية، من الدستور. الآن الاتفاق السياسي هو الوثيقة الدستورية المكملة، جعل مجلس الدولة غرفة ثانية ومجلس النواب لكل صلاحياته ولكل يعني مميزاته، ومن ثم مجلس الدولة لم يتعدى، هو سلطة تشريعية، معلش هو يشارك مجلس النواب كغرفة ثانية في العديد من التشريعات، سواء على المستوى النص الدستوري أو على مستوى القانون القوانين الأساسية أو على مستوى القوانين العادية أو على مستوى القرارات. فأي تعديل دستوري لابد من التوافق على مجلس الدولة. قوانين الانتخابات هذه قوانين أساسية لابد من لجنة مشتركة. إذا مجلس الدولة لم يتعدى على أي اختصاص من هذه الاختصاصات. سحب الحكومة لابد من الموافقة مع مجلس الدولة و120 صوت و50 نائب. إذا هذه نصوص دستورية، مجلس الدولة لم هو يستمد صلاحياته. طيب بما أنك أتيت على مسألة سحب الثقة من الحكومة أيضا، وهو إجراء يعني أثار الكثير من الجدل، وهناك إجراء آخر، مسألة التوافق أو الإصدار أو الموافقة على قانون الانتخابات الرئاسية أيضا أثار الجدل. البعض قال بأنه تم فيما يتعلق بالمادة 12 أنه تم تفصيل هذه المادة، هكذا يقول المنتقدون بالطبع، على قياس الجنرال خليفة حفتر. كيف ترى هذا الموضوع؟ هناك من يقول لك ما المشكلة أن يترشح حفتر أو غيره، يعني هو القول الفصل في النهاية هو للشعب، للناخب. دكتور فتح الله، دكتور فتح الله هل تسمعني؟ لا أدري أنه يعني إذا كان الدكتور فتح الله يسمعني أو لا. إلى حين ضبط الاتصال معه مرة أخرى، دعونا نستمع لأصوات من المشاركين معنا من طرابلس. سعاد محمد، يا سعاد أهلا بك. أهلا وسهلا بك، كيف الحال؟ أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الآن حول قوانين الانتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية، كل هذا الجدل كيف ترينه؟ وما هي فرص برأيك إجراء الانتخابات في مواعيدها في ظل هذه الأجواء المشحونة؟ والله إحنا كليبيين مدابينا، والله مدابينا نبغى وجوه جديدة، ومدابينا إن إحنا ننتخبوا في أسرع وقت، لنا تعبنا عرفتي 10 سنين، احنا تعبنا نفسيا وماديا، ماذا بينا نطلعوا لحياه جديده وانتخابات جديده ووجوه جديده، وان شاء الله ربي يسخر لنا الحال ويتفاهموا الليبيين في بعضهم، ونبوا نطلعوا الانتخابات وتطبيق الديمقراطيه. صراحه يعني احنا تعبنا عرفتي. طيب مدابين سعاد، واضح ان الامور يعني تسير ليست بالسلاسه المطلوبه، لان هناك اعتراضات على القوانين هذه التي تم اصدارها واقرارها من البرلمان. ما هو ضروري لازم بتصير الدجل، يعني ضروري بتصير زي ما تقولي، ضروري بيصير الحوار هذا عرفتي، لان كل واحد يبي زي ما تقولي، كل واحد يبي هو زي ما تقولي يعني يكون اقرب للانتخابات، لكن هو الشعب مفروض هو اللي يختار، عرفتي؟ الشعب هو اللي يختار من يحكمه، يعني مع الشعب، هو يترك الشعب يخلوه هو يطبق الديمقراطيه، لو هم يبغوا ديمقراطيه حقيقيه. الشعب الليبي ولا واعي في العشر سنوات هذو، تعلمنا السياسه، حتى الجاهل اللي ما يعرفش يقرا ويكتب تعلم، يعني تعلمنا في العشر سنين هي، تعلمنا شنو السياسه والثقافه، وتعلمنا من السياسيين الليبيين شنو يبوا. احنا لو يفتحوا لنا بس غير صناديق الانتخابات، احنا ما ناش جاهلين، مثقفين ومتعلمين، ونعرفوا الوطني، ونعرفوا اللي يحب مصلحه الوطن ومصلحه المواطن، وفي النهايه كلهم ليبيين، وما فيهمش واحد زي ما تقولي، يعني هم في النهايه كلهم ليبيين. وان شاء الله ربي يهدي، وان شاء الله ربي يلم شمل البلاد والعباد.
طيب يا سعاد، أخيرا وسريعا، كيف تنظرين لمسألة تخصيص نسبة 16% من مقاعد المجلس لترشح النساء فيها، كيف ترينها؟ والله احنا طبعا تطبيق الديمقراطية في ليبيا جديد علينا، هي عرفتي، فمع السنين ومع الأيام ومع التجربة، فشوية شوية المرأة الليبية حتبرز، مش من الأول مرة الليبية حيعطوها مجال. طيب. عرفتي، لأن احنا الدول العربية والدول المسلمة يعني ديما عندنا تردد في الديمقراطية من ناحية المرأة. شكرا لك يا سعاد. سعاد محمد من طرابلس، أشكرك جزيل الشكر. يبدو أننا تمكنا من ضبط الاتصال على ما يبدو مع الدكتور فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للدولة. دكتور، هل تسمعني الآن؟ ماشي، شكرا. نعم. طيب، كنت أتساءل قبل أن ينقطع الخط عن مسألة الاعتراضات على الانتخابات الرئاسية وفيما تعلق بما أثير عن المادة الخاصة التي قيل إنها صيغة على قياس الجنرال خليفة حفتر، كيف ترى هذا الطرح خاصة في ظل ما يقوله البعض من أنه يعني ما المانع أن يترشح حفتر أو غيره، يعني الشارع هو الذي سيقرر؟ لا، معلش، الشارع هو اللي يقرر، دائما الشارع يجب ان يقرر في جميع الاحوال وليس في حالات دون حالات اخرى. لماذا لم يتركوا الشارع يقرر في موضوع الاستفتاء على الدستور؟ ان تحضر اراده الشعب احيانا وتغيبها احيانا اخرى هذا غير مقبوله. اذا انت بتحتكم للشعب دائما احتكم له. ثم القواعد القانونيه والدستوريه هي قواعد عامه مجرده، لا تفصل على شخص او مجموعه معينه. فانت عندما لما تقول والله لا، مثلا القضاء في العالم كل القضاء او القضاء لا يدخل للسلطه التشريعيه، لماذا؟ طيب. او الانتخابات. وكذلك المؤسسه العسكريه بصفه عامه دون حديث عن اشخاص، هو لضمان استقلالها وعدم دخولها في الصراع، لان لو دخلت المؤسسه العسكريه في انقسامات سياسيه بين مؤيد ومعارض، الانتخابات فيها مؤيد ومعارض، وده حق طبيعي. وكذلك المؤسسه القضائيه مثلا لو دخلت في مؤيد ومعارض، لمن يلجا؟ هذا القضاء ضامن للدستور من حيث الفصل في المنازعات. المؤسسة العسكرية هي ضامن لسيادة الدستور من حيث حمايتها وكذا. لو دخلت هذه في انقسامات فإذا البلد لن تكون، وهذا العالم كله يسير، ليبيا ليست بدع، لا أقصى في أحد. هم الآن بالعكس القانون أقصوا أحزاب سياسية. طيب. فمن بالك آخرين، الأحزاب السياسية هي اللي منشأت لممارسة السياسة. شكرا. أقصوها بهذا القانون، فمن باب أولى يتحدثوا عن آخرين، يعني من باب المنطق يعني. وصلت الفكرة بشكل واضح، أشكرك جزيل الشكر الدكتور فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للدولة من طرابلس، شكرا لك. الآن دعونا نرحب بضيفنا التالي عبر سكايب من طبرق، الدكتور سعد مفتاح العكر عضو مجلس النواب الليبي. دكتور سعد، أهلا بك ومرحبا. مرحبا بك. للتصحيح، لست عضوا في مجلس النواب، إنما محلل واستاذ قانون دولي. يا هلا بيك، شكرا على التصحيح واعتذر. سيدي الفاضل، دعنا نتحدث هنا عن ما يثار من انتقادات وتحفظات كبيرة على الطريقة التي تمت بها يعني الموافقة على قوانين الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية. لا أدري إذا كنت تتابع معنا من بداية البرنامج واستمعت إلى ضيفنا من طرابلس وأثار، قال إن ما يحدث فيه خرق كبير للوثيقة الدستورية المضمنة في يعني ما تم التوافق عليه سابقا. نعم، كل التحايا الرغيدة لك ولمشاهديك الكرام، ولكن أنا في الحقيقة أكره وأمقت الخداع والتسويف والتضليل، ولست بالخب ولا الخب يخدعني. هذا الذي يتحدث السيد عضو مجلس الدولة، كيف جاء مجلس الدولة؟ هو في الأساس عضو مؤتمر وطني الذي انتخبناه عام 2012، ولا زال في السلطة إلى الآن ينتحل صفة عضو المجلس أو عفوا المؤتمر الوطني. طب بس بصفة في البداية عضو مجلس الدولة. كي نتفق يا دكتور سعد، نحن نحترم كل الآراء إذا كان هو نعم. يعني أنا لم أقل شيء أن فدعنا نوضح الفكرة دون الاحترام. أن يعني يتخذ الأمر نعم. مسألة سجال نعم. بيننا وبين أنا أرتب أفكاري أنا أرتب أفكاري ولم أقل شيء فيه قلة احترام لأحد، ولكن أحاول تصحيح التضليل والخداع الذي يمارس على المشاهد. كيف جاء مجلس الدولة؟ هو أساسا ليس غرفة ثانية، الدستور لم يقل ذلك. أساسا مجلس الدولة جاء بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي قال لا يعقد مجلس الدولة اجتماعاته إلا بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وهذا لم يحدث.
عقد مجلس الدولة أول اجتماع له بدون أن يتم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وبالتالي مسألة عدم الافتئات على الإعلان الدستوري ولا تجاوز أحكامه هذه يجب أن يراعيها عضو مجلس الدولة الذي هو في الأساس عضو مؤتمر وطني. فيما يتعلق بالقوانين التي جاءت بشأن انتخاب الرئيس وبشأن انتخاب البرلمان القادم، يا سيدتي القانون رقم 10 لعام 2014 الذي جاء بالبرلمان الحالي هو نفسه القانون الذي أصدره مجلس النواب قبل يوم من الآن أو قبل يومين، القانون رقم 2 لعام 2021 جاء بالقانون القديم ووضعه بنسبة 98%، وهذا القانون من وضعه المؤتمر الوطني. ضيفك يتحدث على أن النظام لم يحدث طبقا دعيني الفكرة. هو يقول لم يحدث طبقا لعدد الأصوات الكافية التي قد تصدق على هذا ما قاله. نعم هو قال بأن القانون الذي أصدر من مجلس النواب رقم 2 لعام 2021 هو مخالف للعرف الديمقراطي. هل تعلمين بأن هذا القانون هو تماما بنسبة 98% مشابه للقانون رقم 10 لعام 2014 الذي أصدره المؤتمر الوطني بشأن انتخاب البرلمان؟ البرلمان لم يأتي بجديد. طيب. النظام الفردي من أتى به هو ضيفك الكريم عندما كان في المؤتمر الوطني، هل كان في عام 2014 يجوز ذلك واليوم في عام 2021 هذا لا يجوز؟ من الذي جاء بهذا القانون في الأساس؟ ماذا عن مسألة ضرورة التشاور هنا في مع المجلس الأعلى للدولة قبل أن يتم التشاور في شأن ماذا؟ قبل أن مجلس النواب يتشاور مع مجلس الدولة فقط في قانون الاستفتاء على الدستور وفي مسألة المناصب السيادية، أما غير ذلك في العالم أجمع لا يحق لأحد أن يصدر التشريعات إلا مجلس النواب. طيب. ضيفك الكريم يتحدث على لو اتفقنا معه، هذا أمر وهذه النقاط ليست جوهرية، هي شكلية. دعنا يا دكتور سعد تقول إنها ليست جوهرية، ولكن دعنا نستمع الأصوات متصلين معنا ونعود إليك نواصل الحوار هنا. علي الزناتي من طرابلس على الهواء الآن، أهلا يا علي. مساءً بك أختي، أحييك وأحيي كافة طاقم فريق مرحبا. أسمعنا رأيك في هذا الجدل الدائر يا علي فيما يتعلق بمسألة ما أقر من قوانين انتخابية. أختي وفق وجهة نظري ولست متشائما كما يظن أو يعتقد البعض، بل متفائلا وحبي أن يكون في ليبيا رئيس وانتخابات هو يعني يكمن في صميم قلبي، ولكن نحن الآن نعيش في مرحلة لا يوجد فيها مناخ آمن أو تربة خصبة لكي تعيش فيها هذه الانتخابات أو حتى يمكن للأمم المتحدة أن تؤمنها، لأننا في المشهد الغريب هنا مازال المشهد الأمني، المشهد الأمني المتمثل في انتشار الأسلحة وانتشار وكذلك عدم التوافق السياسي، لذلك فنجد أننا مفتقرون إلى الديمقراطية التي تتطلب حرية الرأي والتعبير وحرية الاختيار وعدم تكميم الأفواه، ولكن هذه الثقافة لا زالت سائدة للأسف الشديد. طب إذا كانت هذه الثقافة سائدة هل نتوقع أن تجرى انتخابات في موعدها كما هو محدد لها؟ هي ستجرى انتخابات، أنا أعتقد ستجرى، ولكن دون جدوى، لأن أختي لو تم ترشيح مثلا ونجح شخص من الشرق الليبي أو شخص من الغرب الليبي فلن يرضى به الشرق ولن يرضى به الغرب، فهنا هم في دائرة مفقودة، هذه الدائرة تتمثل في أنهم ليسوا متوافقين في اختيار الرئيس، لأن لو نجح من تلك المنطقة أو من الجنوبية أو من الشمال فهناك معارضات وستظهر كرة الثلج المنتفخة بعد حين انتهاء هذا الترشيح ولن يتمكن من. وأما بخصوص النقطة المهمة وهي الموجودة في المحاور وهي الكوتا النسائية المتمثلة في اختيار 16% وهو خطأ وظلم وبهتان في حق المرأة. المرأة اليوم رأيناها في لماذا تعتبره خطأ يا علي؟ لأن الكوتا التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات هي 40%،
40% تمثيل المرأة في المناصب. النقطة الأخرى أختي، أننا رأينا تمثيل المرأة في حكومة الوحدة الوطنية للأخت السيدة نجلاء المنقوش، والتي نجحت نجاحا باهرا لم يحققه العديد من الرجال. لذلك لماذا يستخف بالمرأة الليبية؟ المرأة الليبية مثقفة وموجودة في داخل ليبيا. طيب خلينا يا علي نحمل هذه النقاط لضيفنا الدكتور سعد مفتاح، نستمع منه ربما لتعقيب على ما قلت. دكتور سعد. نعم نعم، هو في الحقيقة أنا أشاطر ضيفك في مخاوفه واستنباطه للمشهد القادم. السلاح منتشر بشكل كبير، المؤسسة العسكرية لم تتوحد، من لديه مراكز نفوذ في الدولة لا يريد الاستغناء عنها، وبالتالي مسألة قبول الانتخابات أو عفوا نتائج الانتخابات هو أمر صعب جدا، طالما أننا أمام مؤسسة عسكرية منقسمة وأمام وجود سلاح منتشر وميليشيات لا تنصاع إلا لقادتها المجرمين، وبالتالي مسألة القبول بما يأتي به صندوق الاقتراع هي مسألة صعبة جدا. طيب دعني هنا يعني أركز على مسألة، ما هي نص مادة 23 من الاتفاق السياسي الليبي، هي الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية. وأنا لدي صورة منها، يعني هي مصورة تقول بدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. المهمة هي اقتراح مشروع قانوني الاستفتاء والانتخابات لاستكمال المرحلة الانتقالية وتقديم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها. يبدو من واقع ما قاله ضيفنا الأول هو هذا الأمر لم يتم. يعني أنت قلتي بدون الإخلال بصلاحيات مجلس النواب، ما هي صلاحيات مجلس النواب؟ هي إصدار التشريعات وصياغة التشريعات، ولكن يجوز أن تكون هناك لجنة تقترح تعطي أفكارا، لكن هل هذه الأفكار وفق هذا النص الواضح الذي غير قابل للتأويل ولا التفسير؟ هل هذه اللجنة ملزمة أو ملزمة باقتراحها لمجلس النواب؟ قطعا ليست ملزمة. ولكن الخلاصة، هل نحن نريد الانتخابات في 24 ديسمبر؟ القانون قد صدر. هل يعني هذا القانون هل الأمر هو يتعلق بإجراء انتخابات من أجل انتخابات يعني؟ نعم إجراء انتخابات من أجل انتخابات. الناس يعني نقول لك عضو مجلس الدولة اللي تكلم معك بقى له في السلطة 9 سنوات. طيب. الناس تريد أن تتخلص من هذه الثلة التي حكمت البلاد لطيلة 10 سنوات. ولكن هل القانون الذي أصدر هل فيه عيب؟ هل أقصى أحد؟ أو أن هذا القانون أتاح الفرصة للجميع؟ حتى قانون الرئيس الذي يعترض عليه ضيفك في المادة 12 منه قال من يريد أن يتقدم للانتخابات الرئاسية فليتقدم، وإذا كان لديه سلطة يتوقف عن ممارسة العمل 3 أشهر. يجوز ذلك لحفتر، للمستشار عقيلة، للسيد خالد المشري، لأي شخص في المشهد. لماذا التركيز على خليفة حفتر؟ الأمر الآخر مسألة الجنسية، من لديه جنسية أخرى يجب أن يتنازل عنها إذا كان يرغب في الانتخابات الرئاسية. هل هذا يعني بأن هذه المادة مفصلة على السيد خليفة حفتر؟ وأنا انتقادات من الأحزاب بأنها تقول بأن القانون الحالي يعني يكرس للجهوية ولا يصب في صالح البرامج الخاصة بالأحزاب. عفوا، أين هي النقطة التي يصب فيها للجهوية؟ أعطيني نقطة واحدة. والله هذا ما قيل على هل أنت تستمعين لما يقال بدون أن تتأكدي ما هي النقطة؟ أعطيني نقطة واحدة. أنا أحمل لك، أنا لست في حل أن أبرهن أي شيء يا سيدي الفاضل. أنا هنا لست في مجال الجدل. لا، أنا فقط أقول أنه هذا الأمر أثير، فأريد منك توضيحا لهذه الفكرة. هذا أمر غير حقيقي. الانتخابات فردية، وبالتالي كل شخص لديه طموح سيترشح. في الحقيقة ليبيا منذ الملك جرم العملية الحزبية، وجاء القذافي وجرم العملية الحزبية، لم نعرف الانتخابات إلا بعد عام 2011. أوكي، وبالتالي مسألة أن هناك أحزاب لها جذور في الأرض لا يوجد باستثناء ما يعرف بجماعة الإخوان المسلمين، وهؤلاء عددهم بعد سقوط نظام القذافي 100 شخص. وقد ذكروا ذلك تحديدا عن طريق السيد علي الصلابي في إحدى البرامج. وبالتالي لا يوجد جذور حقيقية لأحزاب في ليبيا، عبارة عن مجموعات التقت من أجل تكوين أحزاب. شكرا. هل تعلم يا أختي في الفترة، أعطيني ثانية. طيب. في الفترة البسيطة الماضية لما قالوا نبوا ندخلوا بأحزاب، يبدأ هناك عندنا نظام قائم ونظام فردي، تأسس في ليبيا 190 حزب.
امريكا اللي هي امريكا فيها حزبين ديمقراطي جمهوري، في فتره 3 أشهر الماضيه اختي تاسس 190 حزب، هل تعني ماذا يعني ذلك؟ هل هذه عمليه ديمقراطيه؟ شكرا. من اين جاء هؤلاء؟ دكتور وصلت الفكره، عذرا لاننا نريد ان يعني نرحب بالمزيد من المتصلين والضيوف الاخرين. اشكرك جزيل الشكر من طبرق الدكتور سعد مفتاح العكره المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. الآن دعونا نستعرض بعض المشاركات التي وردتنا على الحوار الساخن اليوم على صفحة نقطة حوار على تويتر. تغريدة هشام يحيى التي يقول فيها: ما المانع أن يترشح خليفة حفتر للرئاسة أو غيره ويكون القول الفصل للشعب الليبي؟ لماذا يتم وضع فيتو على أي شخص؟ هو يتساءل. فؤاد أبو خطوة له أمنية عبر عنها قائلا: ليس الهدف مجرد تنظيم انتخابات في ليبيا، نريدها انتخابات شفافة تفضي إلى دولة قانون ومؤسسات. وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشغا بارك صدور قانون انتخابات البرلمان وأضاف في هذه التغريدة قائلا: ندعو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة شفافة ومشاركة شعبية واسعة. أما تغريدة إلياس فهي تحذر من تبعات القانون الجديد. تقول هذه التغريدة: الانتخابات بالشكل هذا مع تعمد مجلس النواب إصدار قوانين منفردة ومعيبة وحتى بدون تصويت ستؤدي إلى نتيجة واحدة وهي المزيد من الانقسامات. حسن السميتي من المنتقدين للقانون الجديد يقول في هذه التغريدة: مجلس النواب انتهت ولايته وصدر حكم قضائي ببطلانه وهو يسعى لتأجيل الانتخابات البرلمانية حتى يبقى لأطول فترة ممكنة ولا فرق بينه وبين مجلس الدولة. في المقابل تقول أحزاز محمد: مجلس النواب هي الجهة التشريعية المنتخبة وهي التي تصدر القوانين، أما مجلس إخوان الدولة حسب وصفها فهو الذي يسعى إلى الفوضى. نور الدين محمد يقول: ما فشلت فيه أمريكا وفرنسا بعملها حفتر تكرره عن طريق مجلس النواب وتريد تنصيب أحد عملائها متناسية تضحيات الشعب الليبي. أما خالد أبو سميح فيقول: مجلس النواب وهمي ومنتهي الصلاحية وتم إنشاؤه من قبل حفتر والإمارات وهو لا يمثل سوى الانقسام والتخريب. أخيرا إليكم هذه المشاركة التي تقول: مجلس النواب هو الشرعي وهو المشرع الوحيد وصاحب القرار، أما مجلس الدولة الإخواني فهو مجرد مجلس استشاري وقراراته غير ملزمة. شكرا لكل من أرسل إلينا برأيه في حوار اليوم. واصلوا الإدلاء برأي والتعليق ربما يسنح الوقت ونعرض للمزيد من المشاركات. دعوني الآن أستمع للمزيد من الاتصالات الهاتفية. عائشة من طرابلس، أهلا يا عائشة. أهلا وسهلا بك. ما قراءتك للوضع وهل أنت متفائلة من أن الأمور ستسير كما هو مخطط لها، تجرى الانتخابات في موعدها رغم التحفظات ورغم الاختلافات؟ أعتقد بضغط دولي ممكن تصير الانتخابات في وقتها، بس احنا خوفنا أن بعد الانتخابات ونتائجها أن أحد الطرفين لو ما فازش الطرف اللي يبي حينقلب عليها ونرجع للمربع اللي صاردنا في 2014. طيب يا عائشة، هو اللافت هنا أنه يعني حتى مسألة القوى الخارجية التي تحدثين عنها والضغط الخارجي، هذا نعرف أن هناك قوى إقليمية وقوى غربية بتدعم يعني طرف بعينه داخل ليبيا، هل يؤدي الأمر هذا إلى المزيد من الانقسامات أم ماذا؟ لا أعتقد بعد ما صارت المصالحة الأخيرة وحكومة الوحدة الوطنية، أعتقد أن ما فيش طرف اندعم أكثر من طرف، وبدليل أن المجتمع الدولي حاول يخرج المرتزقة من الطرفين يعني نوعا ما. بس احنا خايفين ان بعد الانتخابات يعني لو صارت، هم تو الان عادي مستعدين ينزلوا للانتخابات بس بشرط واحد، ان مرشحهم هو اللي ينتخب. طيب ما هي الضمانات الان بانه سيتم احترام نتائج الانتخابات اذا جاءت في صالح جهه على حساب الجهه الاخرى؟
هو الشعب الليبي متخوف من هذا، هل فعلا ان هم لان تو الحرب الدائره بيناتهم ورفضهم للجلوس مع بعضهم يعني لمناقشه بعض التفاصيل لحل اي اشكاليه، هذا سيناريو 2014 يعني ان هو لو ما فازش الطرف اللي انا داعمه انا ممكن نرفضها النتائج زي ما يقولوا تو لا هذه انتخابات في وجود سلاح في وجود انقسام سواء المجلس الاعلى للدوله اللي هو المؤتمر الوطني سابقا ولا البرلمان، مو الانتخابات نتاعها صارت في وجود السلاح وفي وجود نفس الفوضى تقريبا. طيب عايشة يعني انت تتوقعين اقبالا كبيرا على العمليه الانتخابيه؟ لا للاسف حتى في وقت التسجيل على الانتخابات كان الاقبال ضعيف جدا يعني للاسف الشديد يعني للاسف كان الاقبال ضعيف جدا. وفيما يتعلق بالقوانين الخاصه بالمراه في يعني البند الخاص ب اعطاء كوتا معينه او حصه معينه للنساء في هذه الانتخابات كيف ترينه؟ هل نسبه 16% كافيه؟ لانه بعض المتصلين قالوا بانه ليس ممثلا يعني للمراه بشكل جيد. تعتبر نسبة بسيطة بس هي أحسن، لأن في فترات كانت حكومات ما فيهمش أساسا امرأة إلا ممكن وزيرة الشؤون الاجتماعية اللي هو مقعد للمرأة في ليبيا من زمن القذافي يعني، بس 16% نسبة بسيطة لأنها كانت مفروض تكون 40% زي ما قال أحد المشاركين. صحيح هذا ما قاله علي الزناتي من طرابلس. شكرا لك جزيل الشكر يا عائشة. عائشة إسماعيل من العاصمة الليبية أشكرك جزيل الشكر. الآن عبر سكايب من جنيف أرحب بالأستاذة دينا أبي صعب الصحفية المعتمدة لدى مكتب الأمم المتحدة. أهلا بك ومرحبا أستاذة دينا. أهلا بك، شكرا للاستضافة. شكرا على وجودك معنا. دعينا في البداية نتساءل كيف تراقب يا ترى الأمم المتحدة والقوى الدولية تطورات الأمور في ليبيا الآن في ظل الجدل الذي أثير فيما يتعلق حتى في مسألة إقرار القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية حتى الآن؟ في الواقع على ما يبدو الانشغال الأساسي الآن في جنيف على الأقل هو اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي أنهت اليوم وقبل أقل من ساعة اجتماعاتها بالتوصل إلى خطة عمل اتفقت على أثرها على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل حسب ما يقول البيان الختامي للجنة العسكرية تدريجي ومتزامن ومتوازن. هذا البيان يعني قوبل بترحيب كبير من بعثة ليبيا، وطبعا هذه خطوة كبيرة وتاريخية حسب ما يقول البيان الختامي الأممي طبعا بعد 3 أيام من المباحثات المعمقة في مسألة المرتزقة في ليبيا. بطبيعة الحال هذه النقطة مسألة التوافق على خروج المرتزقة وبطبيعة الحال هي ليست خطوة ليبية بحت، هي خطوة تم التوصل إليها عن طريق توافق ليبي وأيضا توافق دولي وإقليمي إن صح القول. بالنسبة للأمم المتحدة ستنعكس هذه الخطوة حتما على كل مجريات الأحداث في ليبيا، وبالتالي ستمهد كذلك للتوصل إلى الانتخابات في نهاية هذا العام، انتخابات يعني مملوكة وقيادتها وطنية ليبية، وهذا أمر أساسي تدعمه الأمم المتحدة، تدعم سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد. وطبعا طيب هل نفهم من هذا يا أستاذة دينا بأن الأمم المتحدة على ثقة الآن هي مطمئنة رغم كل الخلافات والاعتراضات على القوانين بأن الانتخابات ستجرى في موعدها دون أي تأجيل أو تأخير أو تعطيل؟ هل هذا هو الشعور العام؟ نعم بالفعل حسب خطة العمل الأممية هذا الموعد موعد 24 من ديسمبر هو موعد يمكن وصفه بالمقدس بالنسبة للأمم المتحدة، تم التعامل على هذا الأساس معه منذ بداية وضع هذه الخطة، وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة إن في جنيف أو في نيويورك دفعت دائما باتجاه التوصل أو الوصول إلى هذا الموعد باعتباره موعدا لا يمكن التراجع عنه. بنفس الوقت العملية التراكمية إن السياسية أو في من خلال اللجان التي سبق وحضرت في جنيف أو اجتمعت في مناطق أخرى من العالم في تونس أو ربما في الداخل الليبي كان العمل بشكل متواصل يعني يركز على هذا الموعد باعتباره محطة مفصلية في تاريخ ليبيا الحديث، محطة تؤسس لبناء دولة مستقلة دولة ديمقراطية. طيب. وتقوم على
أساس الانتخابات والنظام الديمقراطي. طيب دعينا أستاذتي الفاضلة نستمع لبعض الآراء من ليبيا وأعود إليك لمواصلة الحوار. عبد المجيد دندونة من مصراتة، أهلا بك يا عبد المجيد. عبد المجيد هل تسمعنا؟ لا، في مشكلة ما في الاتصال معه إلى حين ضبطها. أعود للأستاذة دينا مرة أخرى. أستاذة دينا دعيني أحمل لك بعض المخاوف التي أثيرت من بعض المتصلين هاتفيا في وقت سابق من البرنامج، تحدثوا عن أنه يبدو أن الانتخابات ماضية رغم كل ده، يعني هذا هو الشعور العام، ولكن التخوف فيما بعد الانتخابات، يعني إذا أفرزت الانتخابات نتائج بعينها أتت في صالح طرف على حساب الآخر، كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر، وما هي الآلية بوسع الأمم المتحدة أن تتبعها لإجبار الأطراف على القبول بهذه الانتخابات؟ إذا أردنا الحديث عن آليات، هنا الأمر صعب جدا على الأمم المتحدة. ما من آليات بأيدي الأمم المتحدة تمكنها من فرض أي نظام سياسي ما داخل ليبيا. آليات الفرض غير موجودة وغير مستخدمة لدى الأمم المتحدة. ولكن يعني دعيني أنظر إلى المسألة باعتباري بعيدة أيضا عن الشأن، بعيدة جغرافيا عن الشأن الليبي، دعيني أنظر إلى المسألة بشكل مختلف بعض الشيء. لدينا الآن قانون انتخابي كنا نحلم بوجوده قبل بضعة أشهر أو بضعة أعوام من الآن. لدينا قاعدة دستورية بإمكان ليبيا أن تنطلق منها نحو تطوير العمل الديمقراطي، وهي دولة خارجة من فترة طويلة من الحروب، وسبقها أيضا حكم فرد واحد لمدة عقود من الزمن. لدينا الآن قاعدة دستورية لابد من وجود خلافات بالآراء حولها، هذا أمر طبيعي وصحي بنفس الوقت. ما بعد الانتخابات ستكون العملية الديمقراطية على أشدها على ما أعتقد. الخلاف الذي يترجم حاليا بصراع عسكري على الأرض بالإمكان ترجمته بأشكال مختلفة داخل البرلمان وداخل القواعد السياسية، انحزبية أو تكتلات وإلى ما هنالك، وبالإمكان تحوير، وهذا مطلب دولي أيضا، تحوير العمل العسكري حاليا، تحويره باتجاه آخر ليتخذ طابع السلمية وطابع السياسي وطابع التراكم كذلك، حتى الوصول إلى دولة متينة سياسيا وقادرة على الاستمرار. أستاذة دينا يبدو أن عبد المجيد معنا الآن، استطعنا أن نتواصل معه، نستمع لرأيه. عبد المجيد هل تسمعنا؟ ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، أنت معنا على الهواء، نستمع لرأيك في الجدل الدائر، وهل إقرار القوانين الخاصة بالانتخابات ينهي الخلافات أم يؤجج المزيد من الانقسامات والخلافات في في في, في ليبيا؟ طبعا من وجهة نظري بخصوص قانون الانتخابات الرئاسية وقانون انتخاب البرلمان الذي صدره البرلمان الليبي منذ شهر، فطبعا يؤجج هذا الصراع. نحن كنا نطمح ان يتم اصدار القوانين بالمشاركه مع كل الاطراف على الساحه الليبيه، وذلك للذهاب لمرحله انتخابات ومرحله تكون بعد مرحله مستقره. ولكن ما فعله مجلس النواب من اصدار هذه القوانين بدون مشاوره طرف وهو مجلس الاعلى للدوله وهو مجلس استشاري، وهذا يؤجج الصراع. طيب اشكرك جزيل الشكر عبد المجيد. عبد المجيد دندونة من مصراتة. اعود للاستاذه دينا مره اخرى. هناك دعوه من الرئيس الفرنسي تحدث فيها عن امكانيه عقد مؤتمر في 12 من نوفمبر تشرين الثاني حول ليبيا، هل ما زالت هذه الدعوات قائمه برايك؟ ترى ما الهدف منهم؟ يعني ما مغزى ان يقام قبل شهر ونصف فقط من اجراء الانتخابات؟ يعني لا يمكن تحييد أثر المجتمع الدولي عما يحصل في ليبيا، لا يمكن فصل الصراع الليبي أيضا عن الأثر الإقليمي والدولي، وبالتالي كل الجهود الدولية يمكن أن تفضي إلى ضغط ما سلبي أم إيجابي على الوضع القائم في البلاد. هذه الدعوات رأينا أيضا اليوم أو ربما أمس تصريحات لأنجيلا ميركل أيضا شددت على أهمية الملف الليبي
بالنسبة لألمانيا وإيطاليا معا، ومتابعة ليبيا عن كثب كل ما يتعلق بهذا الملف. إذن الملف الليبي لا يمكن عزله عن أوروبا ككل، عن الأمم المتحدة، عن المجتمع الدولي، عن تركيا وروسيا ودول الإقليم التي تتشابك مصالحها في هذه النقطة الجغرافية بشكل معقد جدا، وذلك يترجم على الأرض من خلال صراعات أو تهدئة. حاليا نرى في المجتمع الدولي ربما توجه نحو انفراجات محدودة في الإقليم ككل، لا فقط في ليبيا، إنما أيضا مثلا في الخلافات الجزائرية المغربية أو في نقاط أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذن هناك توجه على ما أعتقد نحو تخفيف الضغوط على الشارع ومنح القاعدة التي بنتها الأمم المتحدة بدءا بغسان سلامة ووصولا إلى المبعوث الأخير يانكي بويكوبيتش، منح هذه الآلية من العمل السياسي ومنصة العمل السياسي لتأخذ موضعها شيئا فشيئا. هناك تفاؤل بالوصول إلى انتخابات وبالانتقال إلى مرحلة مقبلة، ولكن طبعا الحذر دائما من الأثر الدولي على هذا الملف الذي يبقى حاسما في التوصل إلى حل أو تعقيد المسائل أكثر فأكثر. شكرا لك جزيل الشكر من جنيف، الأستاذة دينا أبي صعب الصحفية المعتمدة لدى مكتب الأمم المتحدة، أشكرك جزيل الشكر. إذن هذا كل ما سمح به الوقت في الجزء التلفزيوني من حلقة اليوم من نقطة حوار. كل الشكر لمن ساهم معنا هاتفيا أو من خلال المشاركات أونلاين. لكم خالص التحية من فريق العمل. واصل معكم الحديث، وأود أن أستمع إلى أصواتكم على إذاعة بي بي سي بعد ثوان قليلة أو دقيقتين بالأحرى، بعد دقائق إيمان القصير.